جونس كامبي كتير طيبة وأبداً ما بتاخد وقت، فإذا جاهزين خلينا نشوف كيف بدنا نجهزها. وأول إشي رح نبدأ بتجهيز الشريم، فبمقلاية وعلى حرارة عالية لمتوسطة منضيف الزبدة وزيت الزيتون، وأول ما يحمو رح نضيف التومة المهروسة ومنتركها تقريبا بس لمدة دقيقة، بعدين بنبدأ نضيف بالشريم ومنتركهم من غير ما نقلبهم تقريبا لمدة دقيقتين، أول ما يصير لونهم زهري فاتح مثل هيك بنقلبهم على الشقة الثانية وبنوزع عليهم الملح والفلفل الأسود وبنتركهم كمان لمدة دقيقة، بعدين بنضيف النبيذ الأبيض ممكن نستبدله بمرقة الدجاج نتركهم أول ما يبدو يغلو، بدنا نضيف الفلفل الأحمر المجروش وطبعا هذا هو إشي اختياري، بعدين بدنا نضيف برش الليمون وعصير الليمون، بعدين منضيف الباستا وطريقة تحضيرها حسب التعليمات المكتوبة على الباكيت ومنخلطهم لغاية ما تتجانس المكونات مع بعضيها، وآخر إشي منضيف البقدونس المفروم الناعم ومنقلب، وهيك وصفتنا صارت جاهزة منقدمها فورا مع جبنة البارميجان. شايفين قديه تحضيرها سهل؟ كل المكونات تحت الفيديو وألف صحة.